معنا عبر سكايب إذن بشأن ملف النازحين من لندن دكتورة فاطمة العاني مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. مرحبا بك دكتورة فاطمة. إذن مع دخول فصل الشتاء وهذا البرد القارس والأمطار الغزيرة، يعاني النازحون معاناة متفاقمة وسط خيام انتهت مدة صلاحياتها. أين وعود الحكومة بإعادة الأعمار وعودة النازحين إلى مناطقهم؟ السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. أهلا وسهلا وحياك الله. الحقيقة لا تتجدد الحكومة العراقية أي وعود صادقة ومنذ فترة طويلة، هذه ليست هي المرة الأولى. يعني منذ البداية كانت ما يشغل بال الحكومة هو، وطبعا هذا يعني مثبت من خلال ما قامت به الحكومة من عمليات قصف عشوائية وتهكيم للمنازل وتهكيم للبنى التحتية، ونحن نرى الدمار الذي خلفته العمليات العسكرية طبعا بمساعدة التحالف الدولي. يعني كيف يعني نثق بوعود بإعادة أعمار وكان منذ البداية ما تقوم به الحكومة هو التهكيم؟ الحقيقة الحكومة العراقية منذ البداية كانت كل همها هو أن تحافظ على العملية السياسية وكل هذه العمليات العسكرية وتدمير المدن لأجل فقط أن تحافظ الحكومة على بقائها في السلطة واستمرار العملية السياسية فقط لا غير. إذا هذا الدمار متوقع، ووعود الحكومة بالإعمار وإعادة النازحين هذا كلها مجرد كلام لا أساس له من الصحة. لو كانت هناك فعلا لدى الحكومة العراقية أي نية حقيقية، الآن انتهت العمليات العسكرية منذ أكثر من سنة ولم نرى لحد الآن أي فعل حقيقي على الأرض، بل أن حتى الحكومة لم تقم برفع الأنقاض، ساعد برفع الأنقاض أو انتشال الجثث أو توفير مجرد المياه لكي أن تعود العوائل إلى منازلها أو أن توفر ميزانيات كافية لهذه المناطق التي عانت من الدمار من أجل أن يتم بنائها وإعادة أعمارها. كل هذا في الحقيقة كله مجرد وعود كاذبة ومجرد إضاعة وقت، والحكومة بالعكس مستفيدة مما يحدث الآن للنازحين من أجل أن ينشغل الرأي العام وينشغل العراقيون بما يعانون وما يمرون به من مآسي من أجل أن تثبت وجودها في السلطة. نعم. الآن دكتورة فاطمة، منظمة الصحة العالمية أكدت زيادة حالات الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي في هذه المخيمات غير الصالحة بسبب البرد والأمطار. يعني إذا كانت الحكومة عاجزة عن إعادة الأعمار فهل تعجز عن رعاية النازحين وتقديم الدعم لهم؟ يعني ما يمر في النازحون من معاناة من الناحية الصحية بالتأكيد هو ناتج عن إهمال حكومي متعمد وليس عجز حكومي. الحكومة لديها ميزانية، لماذا لا تخصص جزء من هذه الميزانية لدعم الصحة والرعاية الصحية للنازحين؟ منذ البداية منذ وقت طويل أعلنت الأمم المتحدة عن تخفيض انخفاض المعونات والأموال والدعم المادي المقدم للنازحين، وقامت بإغلاق العديد من المراكز الصحية وبالتالي انخفضت الرعاية المقدمة للنازحين. فلماذا لم تقم الحكومة باستيعاب هذه المشاكل والتغلب من خلال يعني تفعيل الرعاية الصحية للنازحين بدل ما تقوم به الأمم المتحدة؟ إذا منذ البداية هي الحكومة ليست لديها أي نية، أصلا لا يوجد لديها أي تفكير بما يمر به النازحون أو أي خطط في سبيل إنقاذ النازحين مما يعانون منهم من المصاعب. والآن بدأت فصل الشتاء والمشاكل الصحية، ونحن نعرف جيدا أن موجات البرد تؤدي إلى ازدياد حالات الإصابة بالأمراض التنفسية وغيرها، وهذه لها تأثيرات خطيرة على حياة خاصة الأطفال الحديثي الولادة والأطفال الصغار الرضع. إذا الحكومة تتعمد أن يمر النازحين وأن يحدث لهم هذه المشاكل الصحية من خلال إهمالها المتعمد لتوفير الرعاية الصحية. نعم. بعض النواب في مجلس النواب يعني اتهموا السياسيين بالانشغال عن قضايا
النازحين وغيرها بالخلافات السياسية والصراع على المناصب الحكومية والمكاسب السياسية. ولكن أليس هؤلاء النواب يعني مسؤولين أيضا بصفتهم إحدى السلطات الثلاث؟ يعني مع الأسف الشديد، لا توجد أي علاقة الحقيقة بين ما يطلقه هؤلاء الذين يسمون نفسهم نواب عن الشعب وممثلين المناطق التي ترشحوا من خلالها للانتخاب للانتخابات، وبين الحقيقة ما يقومون فيه على أرض الواقع. حتى هم يعني تطبعوا بنفس وتعودوا على ما تقوم به، وأصبحت هذه السياسة بالنسبة لهم إطلاق الوعود أيضا، وفي الأخير التنصل من الوعود. أين هم نواب هذه المناطق التي دمرت يعني مدنها؟ لا يوجد لهم أي تأثير، ولا يوجد لهم يعني أي شعور بما يمر به هؤلاء الناس. إذن دكتورة، إذا كان الدور الحكومي والبرلماني يعني ميؤوس منه إلى هذه الدرجة، من لهؤلاء النازحين؟ ما الدور المنوط بالمؤسسات الإقليمية والدولية لحل هذه الأزمة؟ نعم، بالحقيقة لو كان هناك شعور إنساني لكان هناك تحرك من قبل يعني نحن نعرف أن هناك عدد محدود جدا من المنظمات الإغاثية التي تقوم بواجبها وأكثر، ولكن أصبح حتى الضمير الإنساني العالمي يعني محكوم بالسياسة ومحكوم بالتطلعات السياسية للدول التي يعني لديها الإمكانية لمساعدة العراق ولا تقدم هذه المساعدات. بالحقيقة هم مستفيدون من هذا الوضع الذي يمر به العراق، وهم يعني يريدون أن يستمر الوضع الآن في العراق من أجل أن تبقى أهداف يعني التي يريدون تحقيقها في العراق يعني مستمرة، ومن ضمنها إبادة الشعب العراقي والتغيير الديمغرافي والسيطرة على موارد العراق. فكيف نتوقع منهم أن يقدموا مساعدات للشعب العراقي؟ والحقيقة هذا ليس يعني حتى دول المحيطة في العراق مستفيدة من ما يمر به من حالة الضعف التي يمر بها العراق، وبالتالي هي تستقوي على العراق وتستنفذ يعني موارد العراق ويعني وتنفذ أيضا خططها. ونحن نعرف أن هناك لإيران مثلا خطط توسعية، وأن الدول الإقليمية المحيطة في العراق وحتى الدول العربية مستفيدة من ضعف العراق. إذا كيف نتوقع منهم هذه المساعدة؟ الحقيقة يعني حقوق الإنسان وحقه خاصة في الحياة أصبح في آخر قائمة ما تفكر فيه هذه الدول. نعم، شكرا جزيلا لك من لندن دكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب.